انا زعلان قوي، 5 سنوات عدوا ايه وانا لسه مرجعتش بقى. يا لهوي، انا زعلان قوي ان انا سبت ريما. انا هروح السوبر ماركت عشان مفيش اكل خالص، احسن لي هتمشى شوية هيكون افضل. اخيرا وصلت السوبر ماركت. ايه ده ريما، انت بتعملي ايه؟ قاعدة هنا وشغالة هنا. انت قلبي جابك هنا طبعا. انا متعود هنا اجي السوبر ماركت. مين ده يا ماما؟ ده باباك يا حبيبي، باباك يا حبيبي. ايه ده، هو عمر كبر؟ هو لا، هو فين اصلا؟ اهو تعالي يا قلبي. عمر حبيبي، وحشتني قوي. وانت كمان يا بابا، تعالي فين يا بابا؟ انا في عمارة 12 يا حبيبي. خلاص بقى، نجيب ده حليب. خلينا نشوف حاجة كده ناقصة. كولا، ماشي. ثانية بس، 100 جنيه بحالهم؟ اه ماشي يا اختي، ينفع بفيزا؟ عادي. ماشي. باي يا حبيبي، هتوحشني. وانت كمان. اوف، خليني اروح. تعالي يلا يا عمر نروح. اخيرا اشتريت حاجة للبيت. انا لازم دلوقتي اروح بيتي عشان احضر الاكل، احطهم في شنطة السفر والحاجات كلها عشان اسافر اروح باريس. ايه ده، وانا رايح فين في المنطقة دي؟ اول مرة اعرف ان هي كده. بيت ايه ده؟ ده بيتي اهو. يعني هي ازاي اشتغلت معهاش فلوس؟ انا بس اديتها فلوس عشان تقدر تفوز بيهم وهي بعيدة عني. طيب انا هحضر شنطتي دلوقتي واحط الاكل كله. اخيرا وصلت، ربط الطيران هناك اهو. الساعة 7 هكون واصل هناك، هكون وصل باريس. لازم الحق بقى الطيارة. انت هتسكني في الأوضة اللي جنبي؟ نروح باريس. اشتي باريس عشان الفريق. انا ايوه، ما انا سافرت عند ماما. انا رايح باريس عشان مفيش وقت. طيب بقى انا لازم الحق اقعد في اي مكان وخلاص.
نروح تاني. قوم يلا يا أم عمورة، اصحى بس النوم عشان نتفش. ايه ده الساعة 7، انا لازم يلا بسرعة. هنزل بقى. الفندق هناك اهو. اخيرا وصلت الاوضه بتاعتي، انا فرحانه اوي ان انا اجيب بريس، بس انا لازم اروح اعمل رياضه النهارده، هلبس لبس الرياضه. اخيرا لبست، انا هجري بقى شويه. هجري بس قدام هنا، المرة قعدت أروح الجيم وخلاص. يلا خلينا نمشي نجري شوية. هجري وارجع بقى عشان اروح الجيم. أرجع بقى. يلا نجري. لا نسيبه ما رجعش خالص. يلا هطلع فوق بقى عشان نروح الجيم. تقولي ده اسمه ايه ده كده؟ وإذا خلص الوقت هنا كده قوي. ايه ده؟ هي ايه اللي جابها هنا؟ يا ربي بقى انا زهقت منه. ماليش دعوة بيها عامة، ايه اللي هيدخلني اصلا؟ انا عندي عضلات ياما، عشان كده انا بعرف اعمل تمارينات، لازم كل يوم اعمل تمارينات. اخيرا خلصت.
طيب ريما ريما أنا آسف. بعيط عشان مش راضية ترجعيلي. بس انا اللي عملت في نفسي كده. معلش مش هقدر اركع لك. انا زعلانه زعلان. معلش. طيب يعني مش راضيه ترجعني. انا رحت بيتي. انت خلاص عمر صفر. ايه عمر صفر اخيرا هبقى في البيت براحتي. يعني احسن اللي انا هتصل عليها. يا رب بقى ترد بس كنسل. يا رب تقبل ان هي ترجع لي. الو 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 يا ريما. نعم. هو انت فاضية؟ قاعدة. طب ممكن نتقابل في الكافيه؟ طب عمر فين؟ عمر مسافر. مسافر؟ ماشي. عند جده. طيب طب هو انت ينفع تقابليني في الكافيه؟ ماشي. ماشي سلام. الحمد لله قبلت. انا عندي باروكة منها بينك اللون. انا لازم بقى اروح كده الكوافير عشان اخلي اظبط شعري كده. شنو المسلسل؟ ولا بس ولا بس؟ حكم تاني. ضبط شعري. خلص. أنا ممكن دلوقتي بقى أروح.
ممكن هتصل بقى عليها. الو الو، يلا تعالي. حاضر جاية. أخيرا ممكن تقبلي ده؟ شكرا. عجبك؟ جميل أوي. ماشي تعالي. تعالي اتفضلي. شكرا. الله يخليك. ممكن تقبلي انك ترجعي لي؟ ماشي، بس نعمل فرح جديد. ماشي، ونعزمه. للأسف لا. نعم. ليش؟ مش هقدر. ماشي نموت. أبديك الفستان وبكرة. اوكي ماشي. لازم ارجع بقى، لازم اجيب شقة هنا في باريس. انا كده حجزت البيت الجديد اخيرا بقى، هروح اشوف مكانه. انا قلت له عاوزه على المطب الاخير، فانا هروح اشوف. انا عامله باسمي انا، فانا هشوف عامل اللون المفضل بتاعها. ايوه هو ده. الله حلو قوي الجديد. ماشي مش لازم نتفرج عليه. طيب انا همشي. انا هفضل العب تمارين للصبح عشان ابقى قوي. يلا لازم اجري. في حفلة يا بيه، بس تيجي نعمل فيها الفرح. طب والله تدي ده الحفلة خلصت. يلا بقى. احنا نسيت اوقات. Thank you.
انا هفضل قاعد من الصبح. ايوه انا لازم بقى اروح دلوقتي ليها. يلا عشان تروحي البتاع الكوافير. اهو تسألي ليه؟ يلا تعالي. تعالي بسرعة. يعني اوكي هي اكيد هتيجي يا جي اكيد هتيجي. تعالي يلا ولا وديك الصالون. ايه اصلا من جيم ما اروح بقى الصالون عشان اجهز نفسي. طبعا هلبس هناك يعني.